وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة تحسيسية للوقاية من المخاطر الكبرى. تبع التعليمات تخرج سلامات. حرائق الغابات ظاهرة من الصعب التحكم فيها، سواء في المدة تاع الحرائق أو في التوسع تاعها. في بلادنا كل عام الحرائق تقضي على الآلاف من الهكتارات تاع الغابات، وفي أغلب الحالات الإنسان هو اللي يتسبب في اندلاعها، سواء باللامبالاة والإهمال أو عن قصد. وفي العشر سنين الأخيرة تحرقت حوالي 10% من الثروة الغابية الوطنية، مع حوالي 3000 نقطة اندلاع حريق في السنة. وإذا بقات الأمور على هذا الحال، فإن الثروة الغابية تاع بلادنا رايحة تكون مهدة بشكل خطير. واش لازم نديرو قبل، أثناء وبعد الحرائق؟ قبل الحرائق، كونوا دايما مستعدين. إذا كنتوا ساكنين في الوسط الريفي أو على مقربة من الغابة، في أوائل الصيف قوموا بقلع كل الأعشاب حول داركم والمنشآت الفلاحية وعلى طول كل الطرق والممرات، ووضعوا كل المواد سريعة الالتهاب في أماكن آمنة. اتفادوا حرق الأعشاب والنفايات الزراعية أو أي نفايات أخرى خلال الفترة الجافة. وجدوا كل الوسائل لمكافحة النار وتجهيزات إطفاء الحريق. جهزوا خزانات وأحواض للماء بالقرب من الدار ومن كل المنشآت الفلاحية إذا كنتوا في الغابة أو قراب منها. ما ترموش فضلات السجاير على الأرض، ما ترموش النفايات في الغابة وعلى طول الطرقات لأنها تقدر تسبب في اندلاع حريق. جنبوا إشعال نار مخيم أو لشواء في الغابة، وعلموا أن إشعال النار ممنوع منعاً باتاً من أول جوان إلى 31 أكتوبر من كل سنة. وقبل ما تغادروا الغابة، رفضوا كل النفايات ديالكم وردوا بالكم تحرقوها. إذا وقفتوا سيارتكم، ردوا بالكم، الأعشاب الجافة تقدر تشعل لما تلمس الأنبوب الساخن لخروج الغاز أثناء الحرائق، ووضعوا نفوسكم في أمان. إذا كنتوا بالقرب من مكان اندلاع الحريق، ابتعدوا عنه وتوجهوا بأسرع ما يمكن في الاتجاه المعاكس للريح. احموا نفوسكم بالتوجه إلى منطقة مفتوحة أو محمية بصخرة كبيرة أو منحدر، ومن الأفضل التوجه إلى أقرب مبنى، لأن أفضل ملجأ لكم هو هيكل متين ومحمي بشكل جيد. إذا كنتوا على متن السيارة وشفتوا اندلاع النار، ما تدخلوش في المنطقة اللي ما راهيش آمنة، ارجعوا على طريقكم وابقوا على اطلاع بكل وسيلة ممكنة على الوضعية، وما تعودوا تاخذوا طريق إلا إذا تم الإعلان بأن الوضع آمن. وفي كل الحالات ما تقربوش من منطقة النار، واتصلوا في أقرب وقت ممكن بالحماية المدنية. إذا تسكنوا بالقرب من الغابة، من مجرد ما تلاحظوا اندلاع حريق اتصلوا في الحين بالحماية المدنية. اتأكدوا بأن كل أفراد العائلة والحيوانات الأليفة وكل حيوانات المزرعة في أمان. رشوا الماء حول الدار وحول المنشآت الفلاحية، رشوا الماء على النوافذ والأبواب وغلقوها، وسدوا الفراغ تحت الأبواب بقطعة قماش مشمخة، اتنفسوا من خلال قماش يكون مشمخ. ابقوا في اطلاع على الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، لأن السلطات تقدر تدعوكم لعملية الإخلاء. ما تغادروا منزلكم إلا إذا السلطات طلبت منكم إخلاءها. بعد الحرائق، التزموا بردود فعل ملائمة، قوموا بتهوئة كل الغرف، نطفوا المنزل وكل الأماكن المحيطة به من ترسبات الرماد، وما تنساوش ترشوا بالماء كل مواقع النار الصغيرة المتبقية. تبع التعليمات تخرج سلامات. تم إعداد هذه الحملة من طرف برنامج كابدال، ديمقراطية تشاركية وتنمية محلية.